باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. المقصود بالسلاح في وقتنا الحالي مثل السلاح الأبيض أو الحديدة أو السيارة، وكلكم عارفين أن السلاح الثاني الآخر اللي هم سدسوا هذا، فلا تشير على أخيك المسلم أو أخوك أو رفيقك أو ولد عمك أو إلى آخره. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.